لما السلطة الحالية سمعت دولة مدنية خربت عقل المبرمج عاللعبة الطائفية، خربت عقل المبرمج عاللعبة الطائفية، تخربت عقل المبرمج عاللعبة الطائفية. الأسبوع الماضي شهد عدة غزوات، غزوات وعشوات. فمن بعد 40 يوم من الثورة ثار الطرف المقابل يلي طبعاً 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 مش تابع لولا حزب، نفى كل من حزب الله وحركة أمل أي علاقة لهما بهذه الأحداث، وفجأة بلشت الثورة الحقيقية العفوية المستقلة، وكانت أول ثورة ثورة الخندق، تحرك العفوي يلي أكيد مش محزب وأكيد سببه اليوم نسب السيد برياض الصبح. برياض الصبح بس أنا بتمنى على السيد والأستاذ نبيه بس يناموا خمس دقايق ويفلتونا ويفيقوا بعد خمس دقايق بس لندعسهم بإجرينا. ثوار بطبيعة الحال أكدوا للمرة المليون إنه ما حدا عم بيسب السيد، بالأحرى ما حدا بيسترجي. شباب الموستيكات شباب مؤمن بيقول إنما الأعمال بالنيات، وبما إنه نحن شعب راقي محترم مهذب ما منسمح كم شلعوط ينزعوا لنا صورتنا ويصيروا الأجانب يقولوا عنا منسب. لهيك لما منلاقي متظاهر قايبينه كرمال المصلحة العامة وصورة البلد أكيد، لهيك المحاسبة لازم تصير. بعدين تعالوا لشوف ما أنتوا عم بتقولوا شعارات ضد رئيس مجلس النواب. شو هيدي ما بتستاهلوا تنضربوا بسببها؟ وإذا كان يعني الرئيس بري سياسي ومش رجل دين، بالنهاية هو حليف السيد، يعني حجاجكم ضبوها بجيبتكم، أحسن ما يعملوا فيكم مثل تليفون دي مصادق. ليش حملتوه في حرية؟ عن جد ليش حاملة تليفونك لتوثقي شو عم بيصير؟ ضبي بجيبتك ووثقي براسك الأمور. الفورة الثورة يلي استمرت لساعات نجح فيها تجمع الموستيكات المستقل إنه يحقق عدة أهداف بلا ولا ضربة كف. هلا صحيح انحرق كم سيارة وتكسرت كم خيمة وصار في رعب حقيقي من اندلاع حرب شوارع، بس المهم علموا شباب الرنج الأخلاق وكيف بيكون التظاهر حضاري. كل الشارع قال حتى للشارع لتحت في هيك سيارات مكسرة. بالنهاية الماديات بتروح وبتجي، أهم شيء الأخلاق. طبعا الثوار استنكروا بس يا شباب اعتبروهم مثل أهلكم، يعني ولا مرة أهلكم ضاربينكم هالقد بدا. نجح تجمع الموستيكات المستقل بثورة الخندق بفتح طريق الرينج بالكلمة الحلوة، وصدق سلطان الطرب لما قال الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتصالح قلبين متخاصمين. كسروا كم خيمة صار مشكلات لأنه في جزء من اللي كانوا على الرينج نزلوا على ساحة الشهداء لحقوهم. هن ما نزلوا ضد حدا بس لحقوهم على ساحة الشهداء، هن نزلوا يعبروا عن رأيهم مش شارع بوالشارع بس قول لا يحكون بروع. كيف ضرب؟ وين ضرب الناس؟ وين الصور ضرب الناس؟ عن جد وين ضربوا الناس؟ ببعلبك ضربوا الناس، بصور ضربوا الناس، سقوا علينا بنزين عالرنج ضربوا الناس. أكل لكم ضربة بركي هو قصده يستفسر وين ضربون، يعني ضربون على إجريون أو بأماكن حساسة لنعرف يعني. طيب سؤال، ليش دايما المشكل هو المثبت؟ إنه هل نحن ببلد ولا مرة سمعين مثبة؟ يعني معروفين نحن اللبنانية إذا بدنا نقول لحدا اشتقت لك وين هالغيبة منكون سبينا له نص عائلته بجملة. ليش هالقد في حساسية على المثبت؟ عن جد ما عم بفهم. إنه واحد سبلك بتسبله، ما عم أقول إنه هذا الشيء منيح لأنه أكيد أنا مش مع الشتائم، بس أكيد إذا حدا سبلي ما رح أقتله ولا رح أحرق له سيارته والسيارة اللي صافي قدام سيارته والسيارة اللي وراها واللي قدامه واللي قدامه واللي قدامه واللي قدامه واللي قدامه. الشتايم منا شيء جديد بمجتمعنا وهي سلاح السياسيين من مجلس النواب والوزراء قبل اي حدا تاني. مثل هالمشكل في كتير مشاكل، فعليا المشكل مش المسبات، المشكل انه في شريحه من الشعب بعدها بتفكر انه المسبات هي القصص اللفظيه النابيه يلي بتطلع من التم، بس ما قادره تشوف انه بعد كم يوم منصير بسنه 2020 وبعد الكهرباء بتنقطع ومش حاسبين مسبه، وما قادره تشوف الزعماء عم يسرقوا ليعمروا قصور وفي ناس عايشه حرفيا حد القبول. هيدي مش مسبه؟ مش مسبه قلنا كلنا انه ببلدنا بيموت ناس على باب المستشفيات؟ مش مسبه يكون في ميليشيات مدعومه من الاحزاب عم تسرق لك حقوقك وتبيعك اياهم على شكل خوات؟ بعدين ليش بالصدفه عم نشوف المثبت بهيدا العهد؟ مش يمكن هيدي لغه العهد وجمهوره؟ ليكو هلا بالفوتبول بيصير مثبت وجمهور نادي العهد للامانه ما بيسبوا عشان بياكلون جمهور النجمه، بس انه بتصير اوقات الجمهور بيسب حتى لعيبه فريقه انه لعبه هيدي. هلا بطلع انا علنا بقول بعد النجمه، بيطلع جمهور الانصار بيسبني، يعني شي 10 12 واحد. انت كان قصدك العهد تبع الفوتبول؟ خلي انت معي ولا ضدي؟ خلص ضبضبناها مرقة.
المعادلة بسيطة، في وعود وعدتوها وأمال للناس أعطيتوها نفذوها، بتبطل الناس تسبكن. بعدين سؤال، لما واحد ينخر لك راسك بأنه سلمني الدولة وأنا كتير قوي رح زبطها، ويقوم يستلم أهم مرافق بالدولة من 14 سنة لليوم وماشي يتغير وما تقدر تحاسبه، شو بتكون ردة فعلك؟ مندعي أنه الله يسامحه، الله يسامحه، الله يسامحه. سؤال تاني، شي مره فكرتوا بالشخصيات يلي عم بيواجه العهد فيها العالم؟ يعني ما فيك تملي الاعلام بملوك البذائقه وتيجي تقول للعالم او مون ديو من وين جايبين هالغومو؟ هودي الشباب اللي هلا على الطرقات وعم نشوف اخلاقهم وعم نشوف مرباهم وعم نشوف الفاظهم وعم نشوف ثقافتهم، يعني لما اللغه تبعهم كان ليتها بيوجهوا حديثهم لرئيس الجمهوريه بيحكم نزل النار وبالنازل، هيدا منه حرية تعبير. شعب بلا أخلاق، فيه بلا شعب أزعر. حقك حبيبي، حقك تمطايد، أنت مش معودة هالحكي، أنت سنسرز دينك حساسين كتير. شو؟ إسميز؟ وين سيدنا؟ شو؟ بصوفيا من ورا وجاي يدفع 200 دولار بلا ما تخيلك. عم بتبصبص على الإزميز يا مهووس يا بلا أخلاق. أنا خبير من قدام، شو بعرفني من ورا؟ أنا بلا أخلاق ولا هول عم يعملوا إزميز بالسيارة؟ ماشي صوفيا ماشي، هلا منروح لعندي على البيت منياخد راحتنا، البيت فاضي، فينا نقص شوية؟ أكيد سيدنا، صار فيك تكمل الإزميز على 600 مهلك سيدنا. نعم يسواني ما يسوى الأخ، من قدام من ورا ما بهم، اللي بده مش راح يطلع له إلا وقلت له خط الحكيم ما بينقرا، راجع الحكيم. شعب بلا اخلاق، فيه بلا شعب ازعر. ليلي ما بيعرف شرب الخليل، شربر مخرج لبناني مبدع، كتاباته وبرامجه الفنيه ساهمت باثراء ثقافتنا من التسعينات لهلا، برامجه الهادفه اكدت باكثر من مناسبه على الوفاء الوطني والسلم الاهلي. في احدى ليالي 2006 غضبت جماهير حزب الله وملأت شوارع الضاحيه الجنوبيه اعتراضا على تقليده الامير العام للحزب السيد حسن نصر الله. وثقافته الواسعه الممزوجه بحس الفكاهي ما اهانت رمز طائفه بس، انما اهانت طائفه رموزة ونسا ومقدساتها. في اصطدام فاتت بصيدلية القائم بالضاحية، ما هيك؟ شو اسمها الصيدلية؟ القائم. ايه مين فات فيها؟ مرة كانت سايقة السيارة. هلا ان شاء الله ما يكون حدا صار له شيء. القائم يعني شفته القائم. هلا بده يتزعرن جام، مش عارف كيف. لا مش يتزعرن جام. شربل يلي بينعت ممثلة بأوسخ الصفات على تويتر. بالأمس هاجمني صاحب الشهيرة مارسيل، واليوم هجمتني الشاشة ندى أبو فرحات. لكل بوتة إعلام وفن وتمثيل ثورة سراء الزعران، من يتعرض لي بالشخص بسبب مواقفه لا يلومن إلا نفسه. مضايق من المثبت؟ ما أفصح شرب الخليل حين يحاضره بالعفة. الشعارات بأغلبها موجهة على التيار، لأن ببساطة التيار صاحب أكبر كتلة نيابية ووزارية وعنده رئيس الجمهورية، بس للأسف ما عنده وجوه إعلامية مقبولة للعالم. أو بالأحرى أنا رأيي إنه التيار همش كتير وجوه مقنعة وفهمانة وقرر إنه عوج الصحارة يحط لنا شرب الخليل، جوزيف أبو فاضل، سمير صفير وزين العمر، ومثل ما بيقول المثل الناس اللا مسؤولة بتجيب لتيار المسبة. دخلك؟ مين جوزيف أبو فاضل؟ وبما إنه المسبات هو موضوع الساعة، مازن نزل على الشارع ليشوف من وين الناس تعلمت المسبات. بما انه البلد عكف عفريت بسبب الشتايم، حبيت اعرف من وين تعلمنا الشتايم غير من اخواتي واولاد عمي ورفقاتي بالحي وبي اوقات. يلا تست منيحك. شو مش بسلم عليك؟ ملاقط انتو. شو السؤال؟ بتسب؟ ايه اكيد قلم، يعني قليلا ما اشتم. لازم نحن عايشين بكندا. اوقات بعجقة السال مرتين. ما بسبش. ما تقول لي ولا مرة لأنه أنا سامعك. إذا بدي سب بسب الدولة. عيب. بالغلط إذا طلعت. بالغلط. شي بتم مرة بس. راحنا. يعني إذا بتقسمون على 16 ساعة كل ساعة أربع مسبات. حلوين. لذيذين. طب عمك مين علمك السب؟ بك عين بواحد الله شفتري علي. جزء من التربية اللبنانية صراحة موضوع المسبات. المجتمع كله بسب بكل فئاته بقلب المدرسة. أوف. مين أكتر سياسي بيستفزك على التلفزيون ليوصل لمرحلة سبل؟ أكتر شيء جبران باسيل. جبران باسيل اللي أنا كل حبيبات قلبي هولو لو أخذوا المصريات كله بزقف لهم. أنا لا أستسيغ هذا الأسلوب الفوقي اللي بيمارسه جبران باسيل. شو يعني إزميز؟ إزميز يعني اثنان عم بي
انت زلمه، انت زلمه، صلي على محمد وآل محمد. ديك مين اخترع الازميز؟ شرب الخليل. كنت تشوفه ما بستهضنه دائما كمان. ما خلص ما عادش متفقين. شو اكثر خطاب تحريضي؟ الهلا هلا هو ولا وين ما تشوف متظاهرين بدنا نقتله؟ بيستفزوني بس اي اكثر؟ طبعا وين ما شفنا متظاهر بدنا نقتله بيستفزني اكثر. انه وين ما في متظاهر بدنا نقتله. وين بدنا نشوف متظاهر بدنا نقتله يعني؟ بس مش عم بلغ شوي، وين في متظاهر بدك تقتله؟ هو عم يقول هيك مش هيك؟ مش انت عم تقول وين في متظاهر بدك؟ انت خيرتني بين اثنين. اكيد نحن مش مع الشتايم، لانه اذا بسب امي بتمسح الارض فيه، بس ما فينا ننكر انه في شخصيات سياسيه مستفزه ومحرضه، خطابه ابشع بكثير كمحلف. خطابة أبشع بكتير من مسبة عفوية بيستعملها حدا ليفش خلقه. لبنان بعده عم يشهد حالة غليان، وما قصدي بس غليان أسعار، قصدي أنه الشارع غضبان والشباب بعضهم بالشارع، والطبقة السياسية مش عم تعرف تكلف نفسها وتشكل حكومة بحجة أنه ما فيهم يشتغلوا تحت الضغط بيتوتروا، والشباب الثوار البلا ضمير مش عم بيراعوا الضغط النفسي اللي عم يعانوا منه السياسيين، وما عم بيهدوا الوضع ليخلوني يركزوا. البعض اتهم السلطة بالاستهتار، وكان لازم قرار جدي وحازم يفرجي حقيقة الثورة المدمرة للاقتصاد ونولع الجو، عشان هيك كان لازم نفعل نظرية جديدة مش كليشيه ومش مبتذلة، نظرية ولا نظام بالعالم استعملها ضد الثورات، نظرية المؤامرة. المؤامرة هالمرة اجتنا من حيث لا نتوقع، بل كنا متوقعين وناطرينه. شفنا خلال المظاهرات وحدات من الجيش عم تحمي المتظاهرين ببيروت بشكل جيد جدا، وشفنا كمان وحدات عم توقف بعيد بينما كانت فرق البلطجية عم تضرب المتظاهرين بالنبطية بجنوب لبنان. لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي والدولي، هي ليست نظرية مؤامرة بل ما تؤكده المعطيات والمعلومات، ولا تصدق السفارات. فالمهم ليس ما يقولونه بل ما يقومون به، قال السيد نصر الله. وهناك خشية من استهداف البلد، أي الدولة والجيش والشعب والمقاومة. أيوة كملت كملت كملت. خلاص اللي بعده شاكك هلأ أتأكد، هاي أول مرة بتاريخ لبنان منسمع واحد أمريكاني عم يتدخل بشؤون لبنان، خاصة فلتمان. أمريكا اللي بعمرها ما كان عندها أي هدف سياسي بلبنان، ولا عمرها كانت تخطط تهاجم سلاح حزب الله، قررت اليوم بدعم من الثورة اللي بالشارع تحلم بمهاجمة حزب الله. لقد عملت في هذه المنطقة فترة طويلة، وأعرف أن هناك نظريات المؤامرة هنا مثل شأنها شأن أي منطقة أخرى في العالم، ولكن أؤكد لكم أن نحن كنا نعرف أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، ومن المحزن أن يقول البعض الولايات المتحدة ربما لعلها كانت تقف وراء ذلك، أنه لا يقدر حق التقدير الإنجازات الكبيرة التي حققها العرب. دخلك ليش أمريكا بهالمؤامرة استعانت بفلتمان مع أنه ما له ولا أي دور سياسي؟ هلأ هذا شيحته من مكتبي. شيحته من مكتبك؟ جايين تخوفونا من واحد وقام وهاب شحطه من مكتبه؟ تقريبا شبه شحط يعني. تقريبا تفرق الخبرية هيك. بعدين الثوار إذا عملوا اتفاقات مع أطراف خارجية بيصيروا عملاء للخارج، وهيدا الشيء أبدا مش مقبول ببلد مستقل مثل لبنان. هلأ إذا السفير الروسي ما بيأثر ليش؟ عشان السفير الروسي بيحكي عربي عادي بطلاقة، منه تدخل أجنبي، وكمان هو ضد الثورة. فإتس أوكي. الموقف المبدئي الروسي أنه نحن ما نرحب الخطوات الحراك التي تؤدي إلى توتير الدول. شو هي هذه الخطوات بالحراك؟ إذا قطعوا الطريق. إذا قطعوا الطريق وغيرها. شو غيره؟ فيوديلا عم قلو شو دحشك بالموضوع. اوكي اوكي، يعني من السفارة الروسية للسفارة الإيرانية سالكي، وين بدك تروح غير؟ المشكلة الكبيرة انه في جزء كبير من الشعب اللبناني للأسف اقتنع انه الثورة هدفها الأول القضاء على حزب الله. يعني بتعبير تاني، مرقت مؤامرة فلتمان عليكم انتو، اما بالنسبة للثوار فهن رفضوا اي طرف خارجي يركب موجة تحركهم، مثل ما رفضوا ركوب الاطراف الداخلية. الخطير اليوم انه في جمهور عفوي جدا نزل بطريقة عفوية يهاجم الثورة، ورجع الخطاب المذهبي طائفة التحريض العفو اكيد على الشوارع. كيف ضرب؟ وين ضرب الناس؟ وين الصور ضرب الناس؟ بساحة الشهداء، برياض الصلح، ببعلبك، بصور. والسبب هو الاعلام العفوي اللي مش فاهمين كيف عم بيوجه الجماهير. اضراب عام، مو
مؤامرة. دق على الطناجر أكيد مؤامرة. ودائما نحن متهمين بنظرية المؤامرة. إيه في نظرية اسمها نظرية المؤامرة، في واقع اسمه واقع المؤامرة. البوسطة مؤامرة، مبادرة إيد بإيد مؤامرة، مطالبة بمحاسبة الفاسدين مؤامرة. بس هول كانوا عم يصيروا قبل ما يحكي فلتمان. إيه شفت أنه مؤامرة. عندي سؤال تاني، سعد الحريري مش صديق أمريكا؟ ليش هالقد متمسكين فيه مع أنه هو زعلان وما بده؟ المشكلة أنه حزب الله وحركة أمل اليوم متمسكين بالحريري وبنفس الوقت عم يطرحوا أسماء تانية، وما طرح كل اسم. الحريري عم يلعب لعبة الشارع بمناطق نفوذه. لك إيه؟ نظرية المؤامرة موجودة عند الكل. يعني ببساطة أخصمك أسيبك لا. الحريري لما يحبوه بيصير هو التقل السنة ولازم يكون رئيس حكومة. لكن مصادر الثنائي الشيعي أكدت للجديد أنه لا يكون هناك خيار آخر لحزب الله وحركة أمل سوى سعد الحريري. هذا الموقف ترجم بكلام للرئيس نبيه بري قال فيه إنه قدم لبن العصفور إلى الحريري وإنه سيكون على عداء معه إلى الأبد إذا رفض تأليف الحكومة. لما ما يحبوا بيصير عميل سفارات. المسؤول الأول الرئيس سعد الحريري ويتحمل مسؤولية لسببين. الأول وأنا ما بخاف وما بخجل كسله، لأنه صار واضح عنده كسل شخصي وبهذا الكسل ما فينا ندير الدولة. واثنين يبدو أنه مش الخارج قيله، يبدو أنه الخارج هيك مغمز له، لأنه نحن بنفهم على الخارج على الوامر. أما بالنسبة لجبران هو دايما حليف لو شو ما قال. بركي إذا بتعملوا مع الصور والاتفاهم ببطلوا عملاء. هيدي كانت حلقتنا لليوم، انطرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. صار بدها تخوف الناس ورجعت لخطوط التماس، بس صرنا كلنا وعيين هاي نتيجة الإفلاس. بس صرنا كلنا وعيين هاي نتيجة الإفلاس. وبس صرنا كلنا وعيين هاي نتيجة الإفلاس. مش رح نرجع للتسعين ولا حتى الخمسة وسبعين. يمكن انتو جنيتو بس نحنا منا مجانين. ويمكن انتو جنيتو بس نحنا منا مجانين. ويمكن انتو جنيتو بس نحنا منا مجانين. دخلكن؟ ليش كان منظر الخس والبندورة هيك؟ أماني نسيت انه في أزمة؟ ايه رزق الله أيام زمان وقتها كنا نفرشها كلها خص من هون لهونيك.